ستكون هذه المدرسة هي بكورة لأكثر من 20 مدرسة أخرى على مستوى ليبيا ثم إلى دول شمال أفريقيا. فكان للتعاون هذا الشرف. بالنسبة للبرنامج الإداري كان الاتفاق على التالي أن تشرف أكاديمية وسباك على تدريب الناشئين ومن ثم اختيار فريق البراعم يمثل نادي التعاون في الاتحاد الفني المغازي، حيكون مثل في الرياضي وحيكون عندنا فريقين إن شاء الله يمثل فريق وسباك التعاون داخل مدينة جدابية من الفباء، ويتم الاختيار وفق الطاقم الفني. نحن من ضمن الشروط أن يكون الطاقم الفني من داخل نادي التعاون بقيادة الكابتن يوسف غزال والكابتن حسين عمالي والكابتن فكر حمدو والكابتن سعد خالد والكابتن إبراهيم الوس والكابتن قذافي العمالي، نسأل الله أن يوفقهم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. طبعا الجانب الفني ان شاء الله نخدم على الايام الجايه ان شاء الله، من بكره نخدم على المجموعات اللي توزع السنيه الاعمار السنيه، وكل مجموعه لها تمارين معينه ان شاء الله باذن الله، كل سن عندها تمارين على حسب قدره الاستيعاب بتاعها، وان شاء الله حنبدو من السبت الجاي ان شاء الله. ولازم بداية الشغل كلها على الجانب الخلقي والفني اللي يشتغلوا عليه أكثر حاجة إن شاء الله.